نظمت أكاديمية المملكة المغربية بالرباط محاضرة سلطت الضوء على تاريخ الخط الصحراوي وأنماطه من خلال المخطوطات الشنقيطية بحضور عدد من الباحثين والمهتمين بهذا المجال، وذلك في إطار برنامج الأكاديمية العلمي. الخط الصحراوي في كل منطقة كانت له خصوصيات. نحن سنتناول هذه الخصوصيات اليوم من خلال المخطوطات الشنقيطية. بلاد شنقيط شاع فيها خط صحراوي متميز، وهذا الخط له صلة وثيقة بالخط المغربي وأنواعه الأخرى. خلال هذه الجلسة العلمية التي خصصت للطلبة الدكاترة من أجل إغناء معارفهم العلمية في هذا المجال، تم استعراض مميزات الخط الصحراوي والتطور الذي شهده حسب خصوصية كل منطقة انتشر فيها من خلال تقديم العديد من نماذج المخطوطات الشنقيطية.